السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير وعساكم من عواده إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير وصحة إن شاء الله. في هذه الفيديو إن شاء الله راح أتكلم معكم عن مشروع بيّنت بداياته في حسابي في الإنستغرام وراح يطلع عندكم الحساب. فاللي ما يتابع الحساب في إنستغرام أنصحكم أن تتابعون الحساب، لأن ساعات أناقش وياكم مشاريع مستقبلية أو أطرح أفكار حق مشاريع، وأيضا حق التواصل والاستفسارات يكون أسهل، لأن ممكن ترسلون لي صور وتفاعل معاكم بشكل أسرع حق اللي حاب يسأل أسئلة أو انتشارك أفكار أو أي موضوع ثاني. فاللي تابعوني على حساب الإنستغرام راح يتذكرون هذه البلتات اللي اشتغلت عليها، وهذه بالذات ما صبغتها، وهما يعرفون البقايا اللي سويت فيهم، لكن هذه ما سويت فيها نفس الشيء، ما صبغتها، ومجرد نعمت الخشب وحطيت عليه طبقة تحميم من الشمس ومن الماء والرطوبة. هذه أيضا إضافة إلى مواد ثانية بينتها في الإنستغرام جزء من مشروع كبير، واليوم إن شاء الله راح نبتدي نكشف بدايات هالمشروع. ما راح أكشف المشروع كامل، لكن راح نبتدي نركب المشروع ونبتدي بالقطع الأساسية. فأول شيء عندي هذه البلت، قطعة الخشب هذه مثل ما ذكرت نظفتها وصبغتها بالمادة اللي تحميها من الرطوبة والشمس، وراح نبتدي نركب الأجزاء مع بعض، وراح تكون سلسلة طويلة حق هالمشروع لأنه مشروع جدا مميز وفي أفكار أتمنى أن تعجبكم، في أفكار متنوعة وفي أفكار متعددة ممكن تستخدمون بعض منها أو كلها، ولكن أتمنى أن تستفيدون من هذه التجربة اللي راح أجربها معاكم. فمثل ما احنا شايفين الحين ركبنا العجلات ورجعنا قلبنا البلت. الفكرة من العجلات على اساس ان هذه مشروع راح يكون مشروع كبير، حجمه كبير وراح يكون في وزن، فعلى اساس لو احتجت احرك المشروع اقدر احركه بسهولة بدون ما احتاج اني اشيل اشياء ثقيلة، فهذه يساعدني. وايضا البلت على اساس ان الاصيص اللي راح استخدمه وراح نشوفه اللي هو في الخطوة الجاية ما يلامس الارض ويكون مرفوع، والفتحات اللي راح تكون في الأصيص ما تكون ملامسة الأرض على أساس تصريف الماء يكون أسهل. فراح ننتقل إلى الخطوة الثانية اللي هي الأصيص. مثل ما احنا شايفين هذه الأصيص حجمه جدا كبير، السعة اللي فيه 240 لتر. وأعيد وأذكر اللي يتابعون في الإنستغرام شافوا هذه الأصيص وحاولوا يخمنون شنو راح يكون المشروع. أنا ما راح أكشف المشروع مثل ما قلت لكم، ولكن راح نشتغل خطوة خطوة في المشروع ونتابع، راح يكون مشروع مدى طويل إن شاء الله ونتابع نتائجه. فهذه أصيص 240 لتر، ما في فتحات في الأسفل، فراح نسوي الفتحات، راح أسوي فتحات على حجم بوصة واحدة يعني 25 ملي يكون حجمها. راح أسوي الفتحات باستخدام هذه القطعة في هذه الجهاز على أساس أسوي الفتحات بشكل أسرع، وهذه بالضبط 25 ملي اللي هي بوصة واحدة. فراح نسوي الفتحات وبعدين راح نتكلم عن الخطوة اللي بعدها. فنلاحظ الحين عندي الفتحات في أسفل الأصيص موزعة في محلات أنا ما سويت فيها فتحات، لأن في مكتوب عليها معلومات عن الأصيص لو احتجت أرجع لها في يوم من الأيام. فالحين هذه الأصيص جهز، الحين راح ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها. الخطوة التالية اللي هي راح أستخدم هذه المادة اللي تستخدم في كعازل حراري في المكيفات أو في البنيان، وراح ألصقها حوالين الأصيص أو حوالين جدار الأصيص الخارجي.
على أساس توفر لي حماية للجذور وتقلل من تبخر الماء وتحمي النبتة عموما في الصيف وتعكس من الحرارة، لأن الخارج ألمنيوم ومن داخل مادة الروكول. الروكول هذه نفسها المادة اللي تستخدم في الهيدروبونيك لما نضع فيها البذرة ونحطها في الماء، فهذه مادة روكول بسمك 30 ملي يعني 3 سنتي، والخارج ألمنيوم. فطول الطاقة هذه 10 متر، فأنا راح أقيس في الأصيص وراح أبتدي أقطع ولصق على الأصيص علشان نعزل الأصيص حراريا، وراح أتوقع أن هذا يساعد النبتة بشكل كثير بالذات النباتات الحساسة. أنا أخذت هذه الطاقة بعشر يعني العشرة متر على أساس راح أطبق هذا الشيء عندي في بعض النباتات الثانية عندي في البيت، مثلا عندي شجرة خوخ، الخوخة ما تستحمل حرنا في الخليج، فهذه أتوقع راح شوي يساعدها لأنها في أصيص راح أيضا يساعدها. فراح أستخدم الطاقة في أمور ثانية في البيت، في أصايص ثانية كتجربة، ولكن الأساس أني أبغي أعزل هذه الأصيص، فراح أبتدي أقطع ولصق وراح نشوف مع بعض. فالحين بهذه الطريقة احنا عزلنا الأصيص. في عندي هاي المسامات، راح استخدم هذه القطع الزايدة عندي، راح شوي اقطع منها وحاول اسد هالمسامات على اساس اوفر اكبر حماية ممكن اوفرها حق الأصيص، بالذات حق الجذور اللي راح تكون قريبة من السطح ابي احميها من الحرارة. فراح ايضا اقطع ولصق هني، ولكن ما احب اطول عليكم الفيديو. فهذه اول خطوة من هذه المشروع، واللي حاب يعرف شنو راح يكون هاي المشروع تابعوا هاي السلسلة إن شاء الله من الفيديوهات بخصوص هذا المشروع، وأتمنى أن هاي الأفكار أو المحاولات طبعا راح نشوف نتيجتها مع الوقت، واللي حاب الأفكار أو عجبت الأفكار وإذا كانت النتائج طيبة إن شاء الله ممكن أنتوا تستفيدون منها في حديقتكم، أو بالذات في الناس اللي تزرع على الأسطوح تحتاج تحمي نباتاتها من الحر والشمس القوية، فهذه ممكن المادة تساعدنا. أنا قاعد أحاول معاكم شيء جديد، قاعد هذه تجربة بالنسبة لي، ولكن الموضوع يبدو بالنسبة لي منطقي إن هذه عازل حراري يعكس الضوء، والأصيص أسود لو تركته راح يشرب الحرارة والجذور راح تحتر والتبخر راح يزيد. هذه المنطق اللي أنا اتبعته، قد أكون غلطان ولكن بالنسبة لي المنطق يبدو سليم في هذا الموضوع. فراح أكمل هذه القطع، وأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو أو من بعض الأفكار اللي في هذا الفيديو، وتابعوا هذه السلسلة، واللي عنده أي سؤال وأي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. وأعيد وأكرر، كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.